هو عن ادوات الاستفهام. هنبدا مع بعض. ادوات الاستفهام هي متى، اين، كم، وكيف، وهذا. طيب احنا ادوات الاستفهام دي اخذناها من السنه اللي فاتت وعارفين واخدين عنها فكره قبل كده. طيب مش هي دي بس ادوات الاستفهام، لا دي موجود عليها حاجات تانية زي عندي ما، من، وما، وما، وعندي كمان أداة كمان اسمها لماذا. طيب هنعرف دلوقتي كل أداة بتستخدم ايه. متى بسأل بيها عن ايه؟ عن الوقت، بسأل بيها عن الوقت. طيب زي ايه؟ لما أقول مثلا متى تذهب إلى المدرسة. طيب دعني السؤال متى تذهب إلى المدرسة؟ بقصد إيه بمتى؟ بقصد إيه الوقت اللي أنت بتروح في المدرسة؟ أنت بتروح المدرسة الصبح، بعد الظهر، الساعة كام؟ فلما أقول لك متى تذهب إلى المدرسة هتقول لي مثلا هيبقى الإجابة بتاعتها صباح، يبقى لازم الإجابة بتاعتها تعبر عن الوقت، تعبر عن إيه؟ الوقت، تمام؟ طيب ده أول أداة استفهام عندي اللي هي متى، وقلنا إن هي بنسأل بها عن إيه؟ عن الوقت. خلاص؟ طيب عندي الأداة الثانية اللي هي أين؟ أين بسأل بيها عن المكان؟ يبقى أين بسأل بيها عن إيه؟ المكان. طيب المكان زي لما أقول أين تقع محافظة. لما أقول لك أين تقع محافظتك يبقى أنا بسأل عن المكان اللي موجود فيه محافظة. طب يعني إيه المكان اللي موجود فيه محافظتك؟ موجودة في شمال مصر، موجودة في جنوب مصر، في غرب، في شرق. فأنت لما أسألك بأين هتقول لي المكان اللي موجودة فيه. مثلا تقع محافظتي شمال مصر، يبقى ده كده المكان اللي بتوجد فيه المحافظة بتاعتك. طيب ممكن أقول كمان أين بيتك؟ أين أقع بيتك؟ هتقول لي المكان اللي أنت ساكن فيه. طيب بعد كده عندي كم. كم بسأل بيها عن العدد. طيب بسأل بيها عن العدد ازاي؟ عايزة أعرف، عايزة أعرف العدد، عدد الفصل اللي موجود معايا. أسألك عن عدد التلاميذ اللي موجودين في الفصل، عدد تلاميذ المدرسة، عدد إخواتك، عدد أسرتك. فبسأل بها بإيه؟ بكم؟ بسأل عنها بكم؟ فمثلا لما أقول كم تلميذا فيها الفصل، فانت الاجابه بتاعت كم هتبقى بعدد. هتقول لي مثلا 20 تلميذ او 30 او 40 على حسب العدد اللي موجود. يبقى كم كده بسال بيها عن العدد. طيب نرجع تاني، فمتى هسال بيها عن الوقت، اين، عن المكان، كم بسال بيها عن العدد. تمام. طيب كيف، سهله جدا، كيف بسال بيها عن حاجتين، يا اما الحال يا إما الوسيلة. يا إما الحال يا إما الوسيلة. قلنا كيف بسأل بيها عن حاجتين، قلنا الحال أو الوسيلة. الحال إزاي؟ لما أقول مثلا أسأل حد عايز أعرف حاله إيه، أقول له كيف حالك، يبقى ده بسأل بيها عن إيه؟ عن حاله، صحته عاملة إيه، هو كويس مش كويس، فبسأل بيها عن الحال. يا إما بسأل بيها عن الوسيلة، أنا عايز أعرف إزاي أنت بتروح المدرسة؟ إيه الوسيلة اللي أنت بتروح بيها المدرسة؟ إيه الوسيلة اللي أنت بتروح بيها النادي؟ إيه الوسيلة اللي أنت بتروح بيها من المدرسة للبيت؟ فأقول كيف تذهب إلى مدرستك؟ إزاي بتوصل للمدرسة؟ فهتقول لي الحاجة اللي أنت بتوصل بيها، تقول لي بالباص، بالسيارة، ماشية، راكبة، فديت الوسيلة اللي أنت بتروح بيها إيه؟ المدرسة بتاعتك. خلاص يبقى كيف اسال بيها عن الحال او اسال بيها عن الوسيله. طيب عندي هل بقى مختلفه تماما عن كل ادوات الاستفهام اللي احنا اخدناها دي. طيب مختلفه في ايه؟ ان هل بسال بيها عن مضمون الجمله، عن مضمون ايه؟ الجمله. ويبقى الاجابه بتاعتها يا اما بالاثبات يا اما بالنفي. طيب يعني ايه اثبات ويعني ايه نفي؟ يعني مثلا لما اقول لك هل
ده الاسباب، يا اما ننفي بايه؟ بلا. نعم كتبت الدرس او بالنفي لا لم اكتب الدرس. هنا ده معنى ان انا بسال عن مضمون الجمله، انا بسالك الحاجه دي عملتها او ما عملتهاش، فانت لو عملتها تقول لي نعم ده الاسباب، لو ما عملتهاش هتقول لي لا او لا، ده هيبقى ايه؟ النفي. طيب لو جاوبت بنعم هيبقى الجمله كلها عندي، بقيت الجمله هتبقى مثبته، لو انا جاوبت بلا هنفي وعندي اداه النفي اللي هي ايه؟ لا. لا لم اكتب الواجب او لم اكتب الدرس. خلاص؟ طيب ديت كده هب، يبقى بسأل بيها عن مضمون الجملة. طيب فاضل عندي من وما وماذا. من وما وماذا؟ أنا عندي من بسأل بيها عن العواقب. مثلا ممكن أقول من حضر أو من زارك أمس؟ من زارك أمس؟ طيب أكيد لما بسأل بمن مش هسأل عن شيء، هسأل عن إنسان. هو الحاجة الوحيدة العاقلة عندي هو الإنسان. يبقى لما أقول لك من زارك أمس هتقول لي مثلا صديقي، عمي، خالي، أخي، أختي. فالإجابة بتاعته لازم تكون إيه؟ عاقلة. طيب ما بسأل بيها عن غير ما وماذا؟ بسأل بيها عن غير العقل. طيب غير العقل ده ممكن أقول ما لونك المفضل. طيب هجيب أي لون أنا بحبه، مثلا الأبيض. طيب هو الأبيض ده العاقل؟ لا. يبقى لما أسأل بما يبقى لازم الإجابة بتاعتي تكون غير عقل. ما ينفعش أسأل بما والإجابة بتاعتي تكون أو ما ينفعش أسأل بمن يبقى الإجابة بتاعتي تبقى غير عاقل. لازم من هسأل بيها عن العاقل، ما هسأل بيها عن غير العاقل، وماذا برضه هسأل بيها عن غير العاقل لما أقول لك ماذا قرأت. هتقول لي قرأت قصة، القصة دي أكيد غير عاقل، فبسأل بيها عن غير العاقل. طيب آخر حاجة عندي بقى لماذا؟ بسأل بيها عن السبب. لماذا لم تحضر الحفل؟ طيب أنا بسأل عن السبب اللي خلاك ما تحضرش الحفل، فهيبقى الإجابة لازم تقولي لأن وتكمل، لأن قولي السبب اللي أنت ما حضرتش الحفل، لأني كنت مريض مثلا. يبقى دي الإجابة، يبقى ده السبب اللي خلاك ما تعملش الحاجة اللي أنا بسأل عنها. يبقى هي دي ايه؟ لماذا؟ وبسأل بيها عن السبب. يبقى هنقول تاني أدوات الاستفهام بسرعة. متى بسأل بيها عن الوقت؟ أين عن المكان؟ كم عن العدد؟ كيف قلنا عن الحال أو الوسيلة؟ هل قلنا مضمون الجملة الإجابة بتاعتها بتكون يا إما بالإثبات يا إما بالنفي؟ نعم أو لا؟ من هو